اسالك عن العرب حق انا لا ما اسالك العرب حق البيت السوري الله يرزقكم. السلام عليكم. اسم الكريم محمد الفندي. على راسي يا محمد، اهلا وسهلا يا اخي محمد. ما اسم الصحابي الذي ذكر اسمه في القران الكريم؟ في صحابي ذكر اسمه في القران الكريم، هو ابن النبي عليه الصلاه والسلام بالتبني. راح أذكر، راح أعطيك احتمالات: زيد بن حارثة أو أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب الله يرضى عنه. لا، زيد بن حارثة. زيد بن حارثة، أحسن. شايف شلون السؤال سهل؟ وهي هدية من البيت السوري يا حبيب. الله يعطيك. إن شاء الله رمضان مبارك علينا وعليكم. الله يتقبل. السلام عليكم. الاسم الكريم وضاح. وضاح، على راسي يا وضاح. وضاح، شلونك معلوماتك بالدين؟ كثيرة قليلة. كويسة. كويسة. ما اسم الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم؟ صحابي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول مش رسول؟ ذكر بالقرآن. الصحابي؟ الصحابي ما بعرف. صحابي كان يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام. هو ابن النبي بالتبني. ابن النبي بالتبني. راح أعطيك أنا احتمالات: زيد بن حارثة، عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان. لا تستعجل. عمر بن الخطاب أول واحد. مين؟ زيد بن حارثة أو عمر بن الخطاب أو أبو بكر الصديق؟ زيد بن حارثة. زيد بن حارثة، أحسنت. من وين حضرتك؟ من درعا. على راسي يا عم، الله يسلمك. وهي هدية مقدمة من البيت السوري حبيبي. إن شاء الله ألف مبروك، رمضان مبارك علينا وعليكم. يلا الله يسلمك. اسم الكريم محمد هشام عكشي. أهلين يا محمد، الله يسلمك يا محمد. يعني أنت معلوماتك بالقرآن كويسة اللي بالحديث اللي بإيش؟ والله حسب، نص على نص. طيب. يعني مالي منتزم ولا لي تيرك، الحمد لله بصلي. طيب. وبصوم، بس عنا خطايا. الله يتقبل، الله يتقبل، كلنا خطائين الحمد لله. روحي، سؤالي كتير بسيط. أيه. ما هي أركان الإسلام؟ خمس أركان. خمسة. أيه. شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله، والصيام والزكاة. كل سنة منروح منسافر عليه في حال حج بيت، عملت عمره على بيت. أيوة. الله يتقبل يا رب. فرجيك يا الله يتقبل، الله يتقبل. ايوه، والخامسة حفظ القرآن. الزكاة. الزكاة، حكيت الزكاة. طيب من عيدهم: شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله، محمد رسول الله، إقام الصلاة، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أحسنت يا عم، الله يعطيك. تفضل يا غالي، هي هديتك من البيت السوري. رمضان مبارك علينا وعليك، والله يتقبل. الله يبارك في عمرك، يرجعنا لبلادنا أحسن شيء. آمين يا رب. يلا الله يعطيك. الله يسلمك يا حبيبي. السلام عليكم، الله يتقبل. بسم الله. الاسم الكريم محمود العبد. أهلين يا محمود، الله يسلمك. محمود، ما هي أركان الإيمان؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. والله العظيم هالرجل هدم الأولياء الصالحين. الله يسلمك إن شاء الله. دير بالكم عليه. هاي هديتك يا حبيبي. الله يجزاك الخير. الله يسلمك. الله يتقبل يا رب. الله يتقبل. جميل الله. على راسي. سؤال. أسأل سؤال تاني بس ربح جائزة. لا ما له علاقة، خلاص. رح أسألك سؤال تاني بس دون جائزة. معلش. من هو الصحابي الذي ذكر اسمه بالقرآن الكريم؟ نقله مو شفتك. يلا. أسامة. لا. أول حرف من اسمه زاي. زيد. زيد مين؟ زيد بن حارثة. أحسن. زيد بن حارثة. ليش متردد؟ لا تتردد. أحسنت، الله يتقبل يا حبيبي. الله يبارك فيك يا رب. الله يسلمك. السلام عليكم. اسم الكريم. اسمي عمر. أهلين يا عمر. عمر، من هو الخليفة الثاني في الإسلام؟ خليفة ثاني بالإسلام. أنا ساعدتك هالسؤال هذا، ما حدا بساعده. ما في خيارات كذا. إيش اسمك أنت؟ اسمي عمر. عمر، عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب، الله يرضى عنه. الله يبارك فيك. وهي هديتك الخليفة الثانية. تفضل يا حبيبي، هي من البيت السوري مقدمة إن شاء الله. ألف مبروك، رمضان مبارك علينا وعليك. ما تنسى الخليفة الثاني مين هو؟ عمر بن الخطاب. الله يرضى عنه. يلا السلام عليكم. سلامات.
اسم الكريم فيصل أسود. أهلين يا حاج فيصل. أهلا بيك حاج فيصل. من هو والد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو للنبي، ما اسمه؟ أبو الرسول عليه الصلاة والسلام. أيوة، محمد ابن عبد الله. أحسنت. وأمه؟ والله الأم يا الأم آمنة. آمنة آمنة بنت وهب. تذكرتون مع تمين هنين؟ الأب أيوة، محمد بن عبد الله ابن آمنة. آمنة. تفضل يا عمو، هاي هديتك من بيت سوري. مبروك. الله يخلي لك الشمعات ما شاء الله. لا قوة إلا بالله. يكونوا أولادي الله يخليهم. الله يحميهم، الله يحميهم، الله يحميهم. السلام عليكم. اسم الكريم؟ بهاء بثيان. على راسي يا حاج بهاء. الله يسلمك. بهاء، ما اسم أبو للنبي عليه الصلاة والسلام؟ عبد المطلب. أبوه محمد ابن عبد الله. عبد الله ابن عبد المطلب. ابن عبد المطلب. أحسنت. واسم أمه؟ آمنة. آمنة بنت وهاب. بنت وهاب صح؟ نعم. تتذكر شيء اسم مرضعته اللي رضعته؟ حليمة. حليمة. حليمة السعدي. حليمة السعدي. على رأسي. نعم. تفضل يا حليمة. الله يسلمك. هاي هدية من بيت السوري، تصرفها بالهنا إن شاء الله. رمضان مبارك علينا وعليك. علينا. السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. ما هي أركان الإسلام؟ بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله. الصلاة. تمام. الصيام طبعا بالترتيب مالها. ايوه، اقام الصلاة، الصيام، الزكاة، حج البيت من استطاع. شايف ما اسهلها وخفيفة نظيفة. تفضل يا حبيبي، وهي هدية من البيت السوري ان شاء الله. الف مبروك، رمضان مبارك علينا وعليك، والله يتقبل. شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اقام الصلاة، ايتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع اليه سبيلا. السلام عليكم. الله يتقبل حبيبي. ما هي اركان الاسلام؟ الله اكبر، خمسة. تماما. تفضل علي. الزكاة، الصلاة والزكاة والصيام والحج والشهادتين، شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله. نسيم الترتيب هلا بعد اذنك. شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اقام الصلاة، ايتاء الزكاة، حج البيت وصوم رمضان. في رواية: وصوم رمضان وحج البيت ما استطاع اليه سبيلا. احسنت يا عم، وهي هديتك مقدمة من البيت السوري. جلال، شباب، شاب ربح. دينا سؤال ثاني. الله يتقبل. لا طالع. طبعا بدينا. بدي احضر ببلاش بقى الاغراض. اخي، ما هي اقصر سوره في القران الكريم؟ سوره الكوثر. الكوثر. خسرت انت، انت راح 50% حفظانه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الكوثر صلى الله عليه وسلم. الله يجزيك خير يا رب، بارك الله فيك. وهي هديه من البيت السوري ان شاء الله. الف مبروك، تقبل الله منا ومنكم. ما هي اركان الايمان؟ اركان الايمان. الصلاه. الايمان. الايمان، الشهاده لا اله الا الله. الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء خيره وشره. خلاص. الف مبروك، هاي 15%. شكرا. تصرفها بالهنا ان شاء الله. الله يسلمك. الله يتقبل يا رب. خيو، من هو الصحابي؟ معلوماتك كويسه بالدين يعني. ماشي الحال. من هو الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم؟ صحابي واحد. أسهل لك إياها أكثر، هو ابن النبي بالتبني قبل التحريم التبني. طيب رح أساعدك. زيد بن حارثة، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب. زيد بن حارثة. أحسنت. وبتربح معنا هدية مقدمة من البيت السوري. تفضل. إن شاء الله. ألف مبروك، رمضان مبارك علينا وعليك. ربح الشاب. اسم الكريم؟ عبد الغفور هارون. تعال هون بعد اسمك. خيو، يا أخي عبد الغفور. تفضل. من هو الصحابي؟ أنت إيش معلوماتك كويسة بالدين؟ شوي. من هو الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم؟ من الأنبياء. صحابي يعني هو شاف النبي عليه الصلاة والسلام. وسهل لك يا، هو ابن النبي بالتبني، كان قبل التحريم التبني. عبد المطلب. بدي اعطيك امثله: زيد بن حارثة، عمر بن الخطاب، ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق. عمر. أبو زيد بن حارثة. زيد بن حارثة هو الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم، ما بتنساها؟ لا. تفضل يا خوي، هاي هدية من البيت السوري إن شاء الله. ألف مبروك، رمضان مبارك علينا وعليك. السلام عليكم. السؤال: ما هي السورة، أقصر سورة في القرآن الكريم؟ أقصر سورة. أقصر سورة.
صورة كل ما صح ايه الحمد لله رب العالمين. لا اقصى تجي ثلاث ايات بس. هي نهر في الجنة. ما هو النهر اللي سورة الفلق الا سورة الناس الا سورة الكوثر؟ فلق. نهر في الجنة كوثر. الكوثر احسن. نهر الكوثر هي اصغر سورة في القرآن الكريم. تحافظها. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فضل يا عم. هاي هدية من البيت الرابع. الله يتقبل يا عم. الله يحفظك. الله يسلمك. رمضان مبارك. من هو والد النبي عليه الصلاة والسلام؟ عبد الله. محمد بن عبد الله. أحسنت. أمه؟ أيوة آمنة. أيوة آمنة. آمنة بنت وهب صح؟ صح عرفت. ما بدك خجل. لا تنسى المعنى. نرجع من أي ذا؟ محمد بن عبد الله وأمه آمنة بنت وهب. بنت وهب. وهي هدية من البيت السوري إن شاء الله. مبروك رمضان مبارك. السلام عليكم. خيو من هو الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم؟ زيد بن حارث. شايف شلون سهلة وبتقول لي ما هي سهلة. وهي هدية تفضل من البيت السوري بالهنا إن شاء الله. تصفها بالهنا. أطفالك هدول؟ الله يحميهم يا رب. الله يجعلهم من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. عمي من هو الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم؟ ذكر اسمه للأسف. راح أساعدك. الصحابي نعم. الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم هل هو خيارات ايه؟ أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو زيد بن حارثة؟ أعتقد زيد بن حارثة. زيد بن حارثة أحسن. لأنه يعني. اسم عمر ما ذكر رضي الله عنه ولا سيدنا أبو بكر. صدقت. فهو زيد بن حارثة هو ابن النبي عليه الصلاة والسلام بالتبني. نعم. قبل تحريم التبني. صحيح. تفضل يا عمي. وهي هدية من البيت السوري إن شاء الله. ألف مبروك رمضان مبارك علينا وعليك إن شاء الله. يعني تصرفها من هون. أيوة. أو من هون أو من المعجنات. ثلاث فروع. إن شاء الله صح وأنا. الله يتقبل يا عمي. الله يتقبل. السلام عليكم.